ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كوتش عمر معاكم. النهارده هنشرح موضوع مهم جدا 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 في المكملات، وهو المكملات اللي هي يعني بتشتغل ومهمه جدا. كنا عملنا الكرياتين، دلوقتي هنشرح برضو البري ورك اوت اللي هي مكملات محفزات الطاقه. دي يعني انا رايي مهمه جدا جدا، وحتى لو انت يعني ما عندكش الامكانيه ان انت تجيبها، ممكن تسبستيتيوت بقهوه، يعني طبعا مش نفس الايفكت. ممكن قهوه وشويه كاربز مثلا، ممكن الكربوهيدرات كده معاها هتبقى يعني كويسه. تمام، تعالى نتكلم بسرعه عن البري ورك اوت. الفكره كلها الكي انجريدينت او المكون الاساسي هو الكافيين. الكافيين من اي سكوب، يعني اي بري ورك اوت هيبقى غالبا من السكوب بتاعته من 200 ل 400 مللي جرام. كده انت في السيف سايد، مفيش اي مشاكل، مفيش اي تسمم، مفيش اي حاجه. برضو ده ينفع لاي حد طبيعي يعني خالص. غالبا برضو في حاجات تانيه، بيتا الانين، الارجينين، السترولين، كل ده. ودول ما يعني الكافيين بيفوق، دول اكتر بيشتغلوا على البامب او ان هو يطلعوا نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد بيشتغل ان هو يوسع الشرايين، فده برضو بيديك زي بامب او ضخ عضلي، فطبعا حاجه حلوه. بيعمل حاجه اسمها نيتريك اوكسايد بلاست. نيتريك اوكسايد بلاست. تمام كده، احنا خلصنا كده الكي انجريدينتس في اي بري ورك اوت، هي تبقى الاربعه دول. ممكن برضو كارنيتين، ممكن بي فيتامينز برضو، ممكن حاجات، يعني ممكن حاجات كتير جدا، مش حاجه ثابته. احنا طول ما احنا في ال 400 مللي جرام كافيين كده، احنا عادي في سيف سايد، مفيش اي مشاكل. دخلنا بقى في تسمم، لو 1200، 1200 ده انت دخلت 3 سكوبس كده، يعني ما تعديش اخرك هي سكوب واحده بس. وفي رايي ان انت المفروض لو هتبتدي واحده واحده، تبتدي نص الاول كده، واحده واحده اقل الواحد. وبرده انت ما تستعملوش كل الايام، يعني انت مثلا لو بتتمرن مثلا 5 ايام، استعمله مرتين او ثلاثه، بحيث ان انت استعملت تمارين تقيله. مثلا عندك ظهر، رجلين، مش ممكن كتف برضو يوم تقيل شويه، الايام اللي هي فاهم تحس ان هي صعبه شويه، دي ساعتها استعمل فيها البري ورك اوت. طبعا البري ورك اوت والانرجي درينكس اللي هنتكلم عليها برضو، يعني مشروبات الطاقه، الاثنين دول ما يستعملوش لو حد عنده الضغط او عنده القلب. عنده القلب بمعنى ان هو مثلا عنده فشل في القلب، او عنده برضه مثلا مشاكل في ضربات القلب نفسها، كاريثميا، او كان هو الريتم بتاع القلب مش مظبوط، فدي طبعا هتعمل مشاكل. تمام، احنا كده اتكلمنا عن البري ورك اوت بقى اللي هو المكملات وكده. وطبعا انا يعني بريكومند في حاجات، طبعا كشركات في حاجات كويسه وحاجات مش قوي. انا بريكومند مستر هايد وسي 4، كويسين كويسين جدا، وسي 4 كطعم ممكن يكون احسن كمان. بس طبعا لو ما عندكش الامكانيه ده، ممكن عادي خالص تسبستيتيوت او تبدل بقهوه. قهوه حلوه جدا جدا، خد بس معلقتين شاي، يعني معلقتين شاي في القهوه، حطها على ميه او على لبن او ايا كان. وممكن برده تحط معاها كاربز، فاكهه كده، بس تديك بامب برده حلو، واشرب شويه ميه كده، حلو جدا. تمام كده، احنا اتكلمنا يعني شامل كده في ورك اوتس وازاي تشتغل، وازاي وان هي برضو بتعلي البرفورمانس، بتعلي زي فكره الكرياتين، برضو بتعلي البرفورمانس، بتعمل ستيميوليشن للمخ، بتفوقك، فدي برضو طبعا مصلحه يعني. وبرضو احنا عشان البامب الحلو، برضو ممكن برضو ندخل ملح معانا، يعني دخلنا كاربز وشويه ميه كده، ممكن برضو ندخل شويه ملح، وكل ده طبعا مع الكافيين برضو يعني بيساعد. اهم حاجه بس زي ما قلنا ما نزودش جامد في الجرعات. نتكلم بقى عن الحاجه اللي في رايي ان هي منتشره اكتر كتير جدا، الانرجي درينكس. هي الفكرة قريبة شوية بس على جرعات أقل سنة، يعني هي نفس الفكرة، في بي فيتامينز برضو، في تورين، في جينسنج، في كارنيتين برضو، في حاجة اسمها جينجو، فيها جينجو بيلوبا اكستراكت، في تيروزين، في يعني أمينو أسيدز عامة بيبقوا حاطينها، دي برضو يعني مفيدة جدا وبرضو كويسة. بس أهم حاجة ما تعديش برضو يعني لما تاخد كان آخرك كان، دي حاجات مثلا انرجي درينكس زي ريد بول، مونستر، اي انرجي، اي مشروب طاقه. اهم حاجه بس ما تعديش الكان. وانا في رايي ان هي لو انت ما عندكش اي مشاكل او طبيعي، مفيش اي حاجه هتعملها لك، بالعكس انا في رايي ان هي ممكن تبقى مفيده. بس هي الفكره كلها ان هي فيها شوجر، لو انت تاخد النورمال غالبا بيبقى فيه شوجر، فانت دي الفكره، يعني لو فيها شوجر هي دي بقى ممكن تعمل لك مشاكل في الدايت. فممكن برضو تشوف الشوجر فيه، او في حاجه، لو في اوبشن ان انت حاجه مفيش فيها سكر، ده طبعا تبقى احسن طبعا. ان البري ورك اوت برده بيبقى فيه كاربز فيه قوي، فدي برده حاجه حلوه تميزه عن الانرجي درينكس. الانرجي درينكس غالبا بيبقى فيها سكر، فبرده دي نقطه ثانيه عايزين تقارنها. تمام كده احنا اتكلمنا عن الانرجي درينكس. اهم حاجه بس ان اي حد عنده مشاكل في الضغط يظبطها الاول،
باللايف ستايل او بادويه او ايا كان، بنفس الكلام في القلب. اهم حاجه بس الانرجي درينكس ان احنا يعني نبقى عارفين هي غالبا بتتكون من ايه، نلتزم بالجرعات. طول ما احنا ملتزمين بالجرعات مفيش اي مشاكل تماما. وانا طبعا انا صراحه بريكومند بري ورك اوت، ولو ما عندكش الامكانيه قهوه، لان هي هتساعدك تشيل اوزان، هتساعدك تطول التمرين، هتساعدك توصل للفشل العضلي، هتساعدك في كل حاجه. يعني حرفيا من اهم المكملات هي الكرياتين. فطبعا وفي برضه على فكره بري ورك اوت اوريدي فيها كرياتين، فبرضه دي نقطه ثانيه تقول لك ان هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض. فدي طبعا حاجه يعني مهمه، وانت طبعا لو هتسبلمنت الاثنين مع بعض هيشتغلوا مع بعض احسن طبعا. وبس اكتبوا في التعليقات بقى انتوا عايزين ايه تاني، او ايه التوبكس. انا جالي اسئله كتير جدا على البري ورك اوتس برضه، فحبيت برضه يعني اقول تجربتي معاها. وان شاء الله هنكمل برضه سلسله المكملات ونشرح بقيه الحاجات، نشرح الواي بروتين، هنشرح المالتي فيتامينز، هنشرح المكملات اللي انا شخصيا باخدها، هنشرح كل حاجه. فما ستي تيوند ولايك وشير وكومنت.